علام التقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه، وإليه نرفع التعازي في أجواء ذكرى الإمام الكاظم من باب الحوائج موسى سلام الله عليه، ونطلب الرضا والبركات. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من جملة مواعظه عليه السلام قال لبعض شيعته: يا فلان اتق الله وقل الحق وإن كان فيه هلاكك. كنموذج كيف نحن نطوي المراحل، وهذه خاتمينها وهذه عارفينها وهذه هيك، وبناءنا انه مثلا هل سمعناهم هلا انه ايه شيء طبيعي، قل الحق ولو فيها، كنا منقولها، بس نحن نلتزم بهذا؟ يعني اذا واحد تفاجأ بامر معين واجا قال هيك قل الحق، طبعا انه حرام يكذب، لكن إذا كان ما له علاقة هذا الشخص بالسؤال وهو ما أسأله نهائيا ويريد أن يكتم يستطيع أن يكتم، لكن إذا كان لا، أنه والله في خصومة بين شخصين وجاء واحد طلب منك تشهد وأنت عارف وما قلت الحق داريت، أو أنه نتيجة ميلك الشخصي لهذا وقفت معه ضد هذاك، أو ما يحصل في النزاعات العائلية أنه مثلا بيعرف حاله أنه الزوج مثلا عارف حاله أنه مش واجب على المرأة تطبخ أو كذا، بس بصير يعير. طيب ليه؟ قل الحق ولو كان فيه هلاكك، اتق الله وقل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك. أنت بتنجو إذا قلت الحق، لأنه إذا واحد نجا هون وعلق بالآخرة ما بيكون نجا. شو معنى أن ينجو في الدنيا وفي الآخرة يسقط في جهنم؟ إذا من الناجين، إذا من الفائزين، والله من الخائبين. الإمام الصادق عليه السلام يقول: الربح والخسارة، لاحظوا هالمعادلة هذه، الربح والخسارة بعد العرض على الله. يعني دائما بك تشوف حالك ربحت، مش هلأ، انظر لنفسك عندما تقف بين يدي الله عز وجل وتكون رابحا فأنت رابح. أما ربحت هون وراح أخسر هونيك، هذه قلة عقل. إذا واحد بحط قدامه هالمعادلة: الربح والخسارة بعد العرض على الله، قديش بتتغير طريقة متابعته مطالبته بالأمور اللي بيلح عليها، أو مثلا بطلبات له عند الآخرين، حقوق عند الآخرين، أو ضاع له حق. مثلا أحد أهل العبادة معروف الشيخ جعفر مجتهدي، كان عنده محلات في تبريز لأنه أهله كانوا أغنياء، وهو ترك كل شيء وإجا على النجف، وكان يشتغل في محل أسكافي، أنه بده يروض نفسه، أنه بده يعيش التواضع والعبودية. فبيبعث له أخوه أنه هول المستأجرين ما عم يقدروا يدفعوا أجار المحلات،
بعث لي وكالة حتى أنا طالبهم. بيقول الشيخ جعفر مجتهدي قال ما عم يدفعوا يعني ما مش قادرين جماعة، فأنا خلاص بدي سامحهم أو أنه بعث لهم سجل المحلات بأسمائهم. هيك هو ربح، مش أنه إذا حصل مصاري منهم بعث لخيه وأنه هذه وكالة وحطهم بالحبس وخذ منهم المصاري غصبا عنهم بيكون ربحان بحسابات الدنيا هي. بس إذا واحد بيخلي قدامه معادلة الإمام الصادق عليه السلام، الربح والخسارة بعد العرض على الله، بيشوف أنه فعلا ربحان. شخص يواجه مشكلة في هذه الحياة الدنيا، مشكلة ضاغطة عليه، طيب بشوف حاله خسران خسران خسران، بحط قدامه معادلة الإمام الصادق عليه السلام، الربح والخسارة بعد العرض على الله، شوف ربحان هو. عندنا بعض الروايات ودائما لازم نحطها قدامنا حتى تساعدنا على الصبر، أن بعض المراتب العالية لا تنال في الآخرة إلا بالبلاء في الدنيا، ومن أهل البلاء من إذا رأى مرتبته العالية التي حصل عليها بالصبر يتمنى لو أنه كان قرض بالمقاريض. إذن الإمام الكاظم عليه السلام يقول لهذا الشخص من شيعته: اتق الله وقل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك. خلينا ننتبه أنه نحن نفصل بين التقوى والسلوك، طريقتنا بمواجهة المسائل، طريقتنا بمثل حديث الزوج مع زوجته بالأمور البيتية، الجيران مع بعضهم كذا، أنه في لف ودوران وتشبيح، ومش هيك الأصول في الحق. الشخصية المؤمنة شخصية حقانية، بس يبدأ الإنسان لك ما بنعرف لهم بتوصل. الشخصية المؤمنة شخصية صادقة، في صدق بكل شيء، بمجرد أن يحيد عن الصدق شوي السيارة إذا ماشي وحالت شوي ممكن توقع للوادي. فلذلك بدنا ننتبه، بعدان مسيرة الحياة بتعود الإنسان، أعمال الإنسان تبني شخصية الإنسان بحسبها. فالكذب الصغير من هون والكذب الصغير من هون بصيروا شو؟ جهنم. لأنه اللي بيستسهل الكذبة بيستسهل أنه مثلا يغمز واحد على واحد، بيستسهل أنه يستهزئ بالشخص، بيجر بعض هاي المسائل. يعني صار في جينة خلية سرطانية صغيرة اسمها الكذب، هذه لوين بيوصل انتشارها هذا شيء آخر. أي فلان اتق الله ودع الباطل وإن كان فيه نجاتك فإن فيه هلاكك. حتى إذا كان الكذب بنجي فالصدق حج، يكون إنسان صادق يترك الباطل حتى إذا كان في نجاته، لأنه هذا بميزان الله خسارة وسيندم يوم القيامة. لو فرضنا أنه واحد اتهم بسرقة وأثبت أنه هو مش حرامي والحرامي فلان، وطلع هو وأخذ المصاري وصرفهم واستأنس، هذا مش ربح، ووجدوا ما عملوا حاضرا. الموحد لا يمكن أن يدرس الربح والخسارة على حساب الساعة التي نحن فيها، وإنما على حساب ما بعد العرض على الله. وهذه معادلة عجيبة ممكن تغير الشخصية بالتعامل 180 درجة. أيضا من جملة ما قاله عليه السلام: عند قبر حضره. المؤمن شو علاقته بالقبر؟ النمط السائد عندنا أنه في إعراض عن الموت والمقابر كلنا، يعني فعلا فعلا، والقبر حق والبعث حق والنشور والجنة والنار وهيك، بس
الهدف والمصب الواضح الحاضر في تعاملنا مع بعضنا جماعة الدنيا. أمرنا أن نكون من أبناء الآخرة، نحن جماعة الدنيا. أمرنا أن يكون القبر أمامنا لأنه واقع، لكن لا يشغلنا هذا عن أعمار الدنيا بالتوازن. توازن كيف؟ أنه فينا نقول ما في موت؟ لا، ما فينا نقول. وإذا قلنا ما في موت أو أهملنا ذكر الموت سنفاجأ بالموت، وتكون الخسارة الكبرى. بيضيع رأس مال الشخص كله، العمر والروح والقلب والعقل، كل شيء، بيخسر كل شيء. فإذا لابد من تذكر الموت، لكن أي تذكر؟ هذا تذكر نحن عم نتذكره؟ لو فرضنا واحدنا عن جد منذكر الموت، ليش بده يصرخ بهالطريقة بمرته مثلا ويجمدها ويخلي الأولاد يعيشوا أزمات؟ طبعا ما عم أقول إنه إذا مرأة ابتليت بزوج من هذا النوع هو الكثار، أو إذا زوج ابتلي بزوجي من هالنوع هو الموجودين بس قلال، إنه يصير يتعامل معه بشراسة للطرف الثاني. لا، إنما يتعامل معه على قاعدة ادفع بالتي هي أحسن، يدعي له بغير الطريقة، بس يلجأ لله عز وجل ويدعي مهما كانت الصعوبة، فسيجد أن الله سبحانه وتعالى غير قلب هذا الشخص. وإذا ما تغير هو ربحان، لأنه كل هالأدعية هذه علو درجات. إذا الله عز وجل ما استجاب للمظلوم فبيكون لمصلحة المظلوم أن لا يستجاب له، لأنه نحن بدنا نتعامل معه على أساس نحن عبيده والأمر بإيده سبحانه وتعالى. الإمام الكاظم عليه السلام حضر عند قبر فقال: إن شيئا هذا آخره، يعني الدنيا والعمر والحياة اللي آخرها هذا القبر، إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله. الدنيا اللي آخرها هذا الأمر طبيعي جدا أن نزهد فيها، وإن شيئا يعني الآخرة هذا أوله، القبر أولها، لحقيق أن يخاف آخره. إذا كان الآخرة أولها الدخول في القبر، شو في بعدها؟ في الخروج من القبر طبعا بعد عالم البرزخ، في الحساب يوم القيامة. فإذا لاحظوا هالمعادلة، أنه هذا القبر الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن، إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. عن حفص بن غياث قال: سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام عند قبر وهو يقول: إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف من آخره. في حق أننا لن نبقى في هذه الدنيا، أطال الله أعمار الجميع. وكل الأنبياء شغلتهم شو؟ شغلتهم الإلفات إلى معادلة عقلية: أيها الإنسان لن تبقى هنا وستسأل عن كل شيء فاستعد. إن شيئا هذا آخره، يعني الحياة الدنيا اللي آخرها القبر، لا حقيق جدير أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره. بعد من جملة كلمات الإمام الكاظم عليه السلام: من تكلم في الله هلك. أنه الله عز وجل كيف شكله وكيف خصوصياته، شو كنه،
ما بنعرف، لأن الطاولة ما بتقدر تفهم النجار، المصنوع ما بيقدر يفهم الصانع. هذه مسألة بديهية جدا. شو فينا نعرف؟ لكن نعرف عظمته، نعرف صفاته، نعرف ما عرفنا من نفسه وما عرفنا المعصومون عنه الذين عرفوه. لكن أن نبدأ نفكر في كنه الله، لا نستطيع أن ندرك كنه الله عز وجل، نستطيع أن ندرك عظمته، صفاته سبحانه وتعالى، أسماءه الحسنى، خصوصيات المعصومين. فإذا واحد قرر أنه لا بده يعرف، يهلك، بده يعرف الكنه الذي لا يمكن أن يعرف، هلك. بعد ومن طلب الرئاسة هلك. ممكن واحد يكون رئيس بس هو مش طالب للرئاسة، مش طالب للرئاسة. لكن إذا واحد طلب الرئاسة يهلك، من طلب الرئاسة هلك. الرئاسة مش معناها انه والله مسؤولية ونائب ووزير وكذا وبس، لا 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 لا. الرئاسة انه الرجال بالبيت هو بدي يعمل حاله فرعون، المرأة مع اولادها انه هي مش ست بيت، قالت انبر. الرئاسة العلو في تعبير بالقرآن بيشمل أكثر من الرئاسة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شو العلو؟ في مثل شعبي عنا بدل على العلو، بيقولوا عامل حاله مثل الزيت بده يظل فوق، مش هيك؟ طيب إذا نحن ما انتبهنا لحالنا مشكلنا هيك. حتى لما وحدنا بيتواضع، بيتواضع حتى يكون فوق، بيتواضع أنه هذا مش تواضع. فإذا طلب الرئاسة يشمل طلب العلو. المؤمن بده يكون متواضع، نحن عبيد مخلوقون لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضر، والله ما عندنا شيء، لا المال منا ولا العمر منا ولا الكلام منا ولا النفس منا. فإذا شو إلى معنى نشوف حالنا؟ نعترف بأننا عبيد، هيك ونكون موحدين. إذا الإمام الكاظم عليه السلام يقول من طلب الرئاسة هلك. خلينا ناخذ هي المعادلة ونفكر فيها جيدا. هي الآية اللي ذكرتها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جملة الروايات حولها أن الشخص يعجب بشراك تكرم نعله فيدخل في هذه الآية، أنه بيطلع تكرمه بالشباءات شراك النعل، بيشوف أنه ضابط منيح مهم. طيب إذا هو منظره منيح أنت شو خصك؟ أو إذا واحد ساعته هيك منيحة بطلع فيها، أو إذا تيابه أو حتى شكله شو خصك؟ أنت مش هذا الشكل، أنت النفس، أنت الروح. مثل الأمثلة اللي عنا أنه بشوف حاله يعني بتكنى بالتاني بغيره. حقيقة الشخص الذي يريد علوا يظهر منه هذا العلو حتى في الأمور الصغيرة، وهي بتجتمع مع بعضها بتروب الخطر الكبير، بتكون هي تشكل الخطر الكبير. المعادلة الثالثة اللي بيذكرها الإمام الكاظم عليه السلام، ومن دخله العجب هلك. إذا واحد ضربه مرض الخبيث السرطان أجارنا الله، شو بيقولوا؟ خلص راح. بنعرف أنه العجب أخطر، والله أخطر، بس ليش هالقد نحن مستطعمين العجب؟ ليش العجب هيك؟
العجب ايه والله مش منيح وخطير، بس بيقعد واحد بينه وبين نفسه ويصير هيك يزكون ومسرور وشيء، انه قصة ورواية يعني. العجب خطير خطير، بدنا هذا القلب توصل له القناعة العقلية للمعصوم عم بيعبر عنها. ومن دخله العجب هلك، قليلة هذا قليلة. طيب شو الحالة المقابلة للعجب؟ حالة الشكر لله عز وجل، الشكر على التوفيق. إلهي إن لفظت حرفا فبك ومنك، لأنه لست إلا هباء. شو معنى أن الإمام السجاد عليه السلام يقول وأنا يا ربي بعد أقل الأقلين وأذل الأذلين ومثل الذرة أو دونها؟ النفخة من روحه عز وجل أعطاها خيار أنه تفعل وتترك وتتحمل التبع، وأوضح الطريق والحج بما لا مزيد عليه. بعث خير خلقه للدلالة للتوجيه للإرشاد. فبيجي واحدنا بيشوف إذا صلى له ركعتين يعجب بنفسه، إذا حكى له كلمتين يعجب بنفسه. إذا شو البلاء هذا؟ هذا العجب لوين بيوصل؟ على المستوى الشخصي بيوصل للغرور، للتكبر، للتفرعون، للكفر. تهقص في عنا التواضع، بيوصل للعبودية ومقعد صدق عند ملك مقتدر. وعنا العجب بيوصل إلى بئس المصير. ونحن عاجبنا أنه نستعمل العجب، نستعمل التواضع أي كبرقع لشخصية العجب. يعني نحن مملوئين عجب، بس بدنا ندهنها بالتواضع كأنه قال عم نغطي على الله عز وجل، لكن نستخفي منه سبحانه وتعالى ونعلم أننا لا يمكن أن نستخفي. عارفين لكن ما متفتين، يعني بصير حجاب العجب والغرور يكبر شوي شوي، ما بيعود يخلينا نفهم الحقائق. سأكتفي بهذا المقدار ليبقى مجال لموضوع حديث الكساء، توضيح حول حديث الكساء. في عنا حادثة الكساء، يعني نزول آية، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع أمير المؤمنين والزهراء والحسنين وضع عليهم الكساء، وفي العباء تعبير العباء، ولذلك يقال أهل الكساء وأهل العباء. هالحادثة ثابتة عند الشيعة والسنة، لا أحد ينكر ذلك على الإطلاق. وآية التطهير مع أنها وردت وبعد هالحديث عن نساء النبي، لكن بإجماع المسلمين شيعة وسنة أنه نساء النبي ما لهم علاقة بآية التطهير ولا بحديث الكساء. طيب فإذا أصل الحادث والقصة ثابتة وما فيها شك عند حدا. في عنا حديث الكساء، هي الصيغة الموجودة، هي الرواية الموجودة، هي الرواية بحسب الطريقة العلمية الدقيقة اللي بيتبعوها العلماء، البحث عن السند مش ثابت السند صح، لكن في عنا أسانيد إلها محترمة إلى آخره. مش هون الكلام، الكلام أنه إذا رواية مش ثابت سندها هل يصح أن نهتم بها أو لا؟ ما في حدا من الفقهاء بيقول حرام تهتم فيها، بس بيقول ما تقول انها ثابت، بس قول انه برجاء المطلوبيه، ما تقول مستحب شرعا، انه هي الطريقه. القصه النا ثابته، بس هذه الروايه هي الطريقه، هذا النص اللي بدنا نقراه.
فينا نقرا والله لا مبلا اكثر من هيك، فينا نجي نحن نكتب نص تاني غير هذا النص ونقول انه بحادثه الكساء وكاني بتصور انه صارت مثلا كذا من باب كاني واتصور، او مثلا اللهم اقضي حوائجنا ببركه اهل الكساء وعندما نزلت ايه التطهير. اي مجلس بهذا المعنى مجلس عظيم ومهم جدا، بيجي من هون وبالرايح قبل وفاة المقدس الشيخ بهجت بسنة أنا كنت بمشهد شرفت بزيارته، وفي الحسينية التي كان يقيم مجالسه فيها في مشهد، وكان اليوم الثالث من شعبان يوم مولد الإمام الحسين سلام الله عليه، ووزع أيدي سماحته المقدس على الموجودين، وزع على اللي قريبين منه اثنين قريبين منه يمين ويسار 5000 تومان، وعلى الباقي فردا فردا 1000 تومان. أنا حصلت 5000 تومان من إيده. في هالمجلس سألته رحمة الله عليه أنه بتجينا أسئلة كثيرة لهداية الأولاد، فقال لهداية الأولاد ولكل شدة، لهداية الأولاد ولكل شدة يوميا حديث الكساء مرة. حديث الكساء مرة ممكن بالبيت بأي مكان، والأفضل أنه يكون في عدد مثلا 5 ولو كانوا صغار، لكن يكون العدد. ليش؟ لأنه الرواية في بآخرها ما قرأ خبر مجلسنا في أو في مجلس، أنه يكون شيء في مجلس، يكون في مجلس. فضروري جدا نهتم بحديث الكساء لكل شدة. مشاكلنا بالبيوت، مشاكل العائلية، المواظبة على حديث الكساء يوميا مرة تأتي بالمعاجز. طيب مش أحسن ما أنه يصير يركضوا هالنسوان على المطلعين ولهون ولهون ومدري شو؟ رجاء، هذه مسألة عم تؤدي لمخاطر عجيبة. ما حدا يراجع حدا بدون استخارة، وما تروح مرة لحالها، وما حدا يراجع حدا ياخذ منه حتى إذا استخار عليه، ما يستعمل شيء بدون استخارة إلا إذا كان هو يثق بأنه هذا الشخص استخار وعم يعطي هيك. طيب مش الأفضل أنه بلا ما نروح لهون لهون نطرق بابه الكريم ونتحدث معه؟ طبعا إذا كان مشكلة صحية بدها مراجعة الطبيب طبيبي. طبعا هون بتمنى أنه أخواتنا ما يستسهلوا مراجعة الطبيب الرجل، شرعا ما بيجوز إلا عند توقف العلاج عليه، مش لأنه مش مقتنعة ما إلى خلق إنه طيب إذا طبيب أسنان إنه ليه طيب شو هلأ في أوائل، مش قصة يعني شد بالكمش، وإنما في أجهزة. طبيب أسنان قال ما بتروح، مش مقتنعة، شو هالحكي هذا؟ طيب إذا كان في مشكلة بدها علاج معين خل نتابع علاجها، لكن نلجأ إلى الله عز وجل، هو الذي يسهل العلاج، اللجوء له هو الذي يعطي الجهد العادي قيمته. خلينا نحرص على قراءة حديث الكساء لحل مشاكلنا، وسنرى إن شاء الله نتائج عجيبة. الضروري جدا هنا أن ننتبه إلى الأمور المرافقة، أنه يجيبوا لنا صرعات وحطوا كومة ملح وشوية بخور من هون وشوية شغلة من هون وقصة من هون، وبكرة بصير ينقال شو أنه والله هذه قال الشيخ بهجة موصي بالملحات، ما حدا وصى ولا حدا قال شيء. عم نقول حديث الكساء يقرأ لكل شدة، بيجوا هالناس عاديين في ضيافة مضيافة، صح في مدائح بيقروا مدائح قبل وبعد كمان ما في مانع، بجو شهادي بيقروا تعزية قبل وبعد ما في مانع،
بدن يقروا دعاء السماد، بدن يقروا شغلة تاني ما في مانع، بس هالأمور المخترعات البدع من هون ومن هون وكعك العباس وإلى نعمل كعك. ليش كعك العباس؟ بنقول مثلا عن روح أبو الفضل العباس، إيه معلش، بس ليش بدنا نسميه كعك العباس وكعك؟ حديث الكساء ثابت قطعا 100%، وبأي صيغة ذكرناه منحصل أجر وثواب. والمقدس شيخ بهجت عم بيقول أنه لكل شدة حديث الكساء يوميا مرة، فنحن بدنا نستعمله لكل شدة. إن شاء الله نحن بدءا من اليوم منصير كل خميس نقرأ حديث الكساء. لما بيكون جو مدائح بنقرأ معه مدائح مثل ما قلت، ولو موجز بيكون جو عزاء بنقرأ عزاء. لكن الهدف حوائج الموجودين والسامعين بالدرجة الثانية. الدرجة الأولى حوائجنا، حوائج المؤمنين العامة اللي هي ملء الخافقين.